توافد آلاف المواطنين بمحافظة بورسعيد لساحات المساجد لأداء شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك وسط تعزيزات وانتشار أمني. أقيمت صلاة العيد وسط أجواء من البهجة والسعادة، وتبادل المواطنين التهاني بالعيد. طيبين، والشعب المصري والعربي كله بخير، والاجواء زي ما انتم شايفين حلوه، واولادنا عايزين يشاركوا والكل فرحان، ويا رب الايام كلها اللي جايه تبقى سعاده وهنا. الرئيس عبد الفتاح السيسي، كل سنه وحضرتك طيب، وكل شعب مصر بخير وسعاده، وكل شعب بورسعيد بخير وسعاده، ويا رب دايما في سعاده وهنا، وعيد اضحى مبارك على كل الامه الاسلاميه. كل سنه وانتم طيبين، عيد سعيد عليكم. ما شاء الله النهارده اليوم جميل جدا، والاجواء تحفه، والاف الناس نازله الشارع. بجد اليوم جميل، كل سنة وكل شعب مصر بخير. كل سنة ومصر كلها والدول ودول الشعب العربي كله بخير، وعيد سعيد إن شاء الله على الأمة العربية يا رب إن شاء الله، وكل سنة واحنا طيبين جميعا يا رب إن شاء الله.